الله الرحمن الرحيم. باسمك اللهم نستعين ومنك يا الله نطلب السداد والتوفيق والنجاح يا رب العالمين. أسعد الله مساءكم بكل خير وبركة ومحبة من هنا من نهائي مهرجان ولي العهد للهجن لعام 2024 من ميدان الطائف بدعم سخي وكبير. هكذا أيها الحفل الكريم، أيها المتابعون الكرام، نحييكم دائما وأبدا ونرحب بجميع الضيوف المتواجدين والعانين للمشاركة هنا في هذا العرس التراثي الكبير، كما نهني صاحب أول الأشواط في هذا المساء اختيار أتت في هذا الاختبار لتخطف نوماس وكأس ثمين لتهدي محبينها وتهدي محبي مؤسسة هجن الرئاسة وتهدي كذلك أبناء دولة الإمارات العربية المتحدة هذا النوماس وهذا الفوز الكبير. أشواطنا تتواصل، التحديات تتواصل في مساء الكؤوس في مساء الذهب. انطلق قبل لحظات بانطلاقة موفقة بعون من الله سبحانه وتعالى أول أشواط الثنايا القعدان وثاني الأشواط للكؤوس. شوط الثنايا القعدان مع رحلة شيقة وطربية، ألا وهي 6 كيلومترات، هي الرحلة المصاحبة، هي الرحلة الذهبية للاستمتاع وللمنافسة وللشراسة ما بين الشعارات المتواجدة ما بين الأسماء الحاضرة بسجلاتها وبإنجازاتها، رصيدها حافل بالرموز وبالذهب. كل التوفيق لجميع المشاركين، نسير ونبحر وإياكم لنتابع وتتابعون الأسماء المتقدمة في المشهد الأول، لنتابع بهذا الحي بهذا البث الحي المباشر الذي ينقل لنا ولكم وقائع ومعارك وتحديات. هذا الشوط الحساس مليء بالحماس، إنه شوط الكاس، الصدارة والمقدمة والبداية مع الصداوي من يتقدم الأسماء. شعار صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف آل سعود، شعار العلا يتواجد في هذا الشوط وبقيادة خالد بن عبد الله بن شريم المريب عبد الله. من يتابع لنا هذا الشعار خلف كل نجاح، بينما المركز الثاني غير بدوره إلى مقدمة الشوط ليتقدم الراوي ليروي لنا حكاية هذا الشوط ويروي لنا حكاية هذا الشعار المتواجد مع مقدمة الشوط هجن الرئاسة والعملاق سلطان بن محمد الوهيبي. من يتابع لنا الراوي مع مقدمة الشوط، شعار واختيار يأتي لنا باختبار صعب يا الوهيبي يا أبو محمد، بينما المركز الثاني القدوم الحضور من المركز الثاني من هجن زعبيل مع منذر وراشد بن محمد بن سعيد بن مروشد. من يتابع ويراقب لنا منذر على المركز الثاني، بينما رابع الأسماء نتأخر لنتابع رابع الأسماء القادمين والواصلين والمتقدمين على المركز الرابع. بدأت الأسماء بالاقتراب، بدأت الأسماء بالظهور، وصلت هجن الشحانية على المركز الرابع، هجن الشحانية مع مسيان وبقيادة البرنس جار الله بن محمد بن طالب بن عقيل. من يقدم لنا مسيان بشوط الفن، هل تكون أنت الفنان يا مالك مسيان؟ المركز الخامس، خامس الأسماء، وصل في هذه اللحظات، وصل الوصيل، يصل الوصيل، وبشعار صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف آل سعود وبقيادة احدى الخبراء احدى المضمرين الذهبي. من يقدم لنا الوصيل؟ فالح بن حمود بن مطلق
البلوي من يتابع لنا الوصيل بطموح وامال وامال يملا ابناء المملكه العربيه السعوديه. هكذا هي الاسماء، وصلت اسماء خلف الخمس المراكز المتقدمه بدات بالظهور. نعود حيث ابتدينا الى مقدمه الشوط والى الصداره والى البدايه الاولى مع هجن الرياسه من تقدم لنا البدايه والصداره مع الاندفاع الاول مع الراوي 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 ابناء دوله الامارات العربيه المتحده مع الراوي مع هجن الرياسه. هجن الرياسه من تحكم القبضه حتى هذه اللحظات مع مقدمه الشوط ومع الصداره ومع البدايه الاولى. سلطان بن محمد الوهيبي هنا العملاق هل يفعل العملاق ويخطف الكاس الثاني مع هجن الرياسة. سنتابع وإياكم ولحظات ونتعرف عن البطل المتوج الفارس في هذا الشوط وفي هذا المساء. الكل باحثا وطامحا عن النوماس وعن الكاس. 2 كيلو هي الفاصلة، هي الفاصلة عن هذا الشوط وعن أحداث ووقاع هذا الشوط. هنا هجن زعبيل، تتقدم هجن زعبيل، وصلت هجن زعبيل على المركز الثاني مع كرار وراشد بن محمد بن مراشد يقدم لنا كرار. وصل كرار على المركز الثاني، والله اللي اشتد الصراع. وصل في هذه اللحظات الوصيل، وصل الوصيل، وصل الوصيل على المركز الثالث. شعار صاحب السمو الملكي الامير عبد العزيز بن سعود بن نايف ال سعود بقيادة بحمود. يلا يا بحمود يلا، شد الهمة شد الهمة في شوط المهمة، في شوط الصراع، في شوط النزاع. هنا القدوم من الصداوية، مرحبا بالصداوية، مرحبا بالصداوية. شعار صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف آل سعود وخالد بن عبد الله بن شريم المري مع الصداوية. هجن الشحانية تقترب في هذه اللحظات، هجن الشحانية مع أدهم تداهم. نعود إلى المقدمة، نعود إلى الثنائية، إلى الصراع الكبير، إلى الكيلو الأخير، إلى الكيلو الأخير. مواجهة ما بين أبناء دولة الإمارات العربية المتحدة. غير 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 كرار غير إلى مقدمة الشوط. هجن زعبيل بقيادة بن مراشد من يتابع لنا كرار مع اندفاعة كرار وحضور كرار الممتاز والكبير والخطير حتى هذه اللحظات. الأمور مع كرار والكاس يقترب مع كرار. من القادم؟ من الواصل؟ وصلت في هذه اللحظات الأسماء، احضرت الشعارات. وصل الوصيل، وصل الوصيل. الله 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 الله. ولكن كرار كرار اللحظات الأخيرة. هجن زعبيل مع مقدمة الشوط، هجن زعبيل مع كرار. الأمتار الأخيرة، الأمتار المثيرة. وصل الوصيل، وصل الوصيل، لكن الأمتار حاسمة، حاسمة مع كرار وحضور كرار. هجن زعبيل، هجن زعبيل تظفر بنوماس هذا الشوط وبالكاس، الكاس إلى هجن زعبيل، إلى دولة الإمارات العربية المتحدة. معك المضمر راشد بن محمد بن مراشد بن مراشد، متألق يتألق في كل حين وفي كل مكان وفي كل زمان مع كرار. كرار والعوايد، كرار والكاس، تهانينا والنماس لهجن زعبيل على
على هذا الحضور الكبير وبقيادة المتألق راشد بن محمد بن مروشد بن مروشد. مشكور يا أبو محمد، مشكور من قدم لنا هذا البطل خاطفا للكأس وللنوماس في هذا الشوط الحساس. المركز الثاني فكان الوصيل بشعار صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف آل سعود وبقيادة فالح بن حمود بن مطلق البلوي. المركز الثالث هجن الرئاسة مع الراوي، والمركز الرابع هجن الشحانية مع البصير، بينما المركز الخامس مشاهدينا الكرام ثالث الأسماء فكان مع هجن الشحانية، هجن الشحانية على المركز الثالث مع البصير، ورابع الأسماء هجن الرئاسة مع الراوي والمركز الخامس. نشاهد وإياكم لنتابع الأسماء الخمس الفائزة في هذا الشوط، كما نتابع وإياكم إلى التوقيت الزمني لحظة وصول كرار 9 دقائق 16 ثانية 43 جزءا من الثواني، هكذا كان التوقيت كرار لهجن زعبيل. المركز الثاني الوصيل لصاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف آل سعود، وتوقيت الوصيل 9 دقائق 16 ثانية 43 جزءا من الثواني. مشاهدينا الكرام إذا مشاهدينا الكرام توقيت الوصيل 9 دقائق 20 ثانية 8 أجزاء من الثواني، هكذا كان توقيت الوصيل. ثالث الأسماء البصير وتوقيته 9 دقائق 21 ثانية وثانيتين من الأجزاء والثواني، هكذا كان توقيت البصير مع هجن الشحانية. هكذا كانت النتيجة مشاهدينا الكرام ومتابعينا الأعزاء الأفاضل، تهانينا والنماس لهجن زعبيل على حصولها واقتناصها لكأس الثنايا المفتوح للقعدان مع كرار وبقيادة راشد بن محمد بن مروش. التهانينا والنماس لهم على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار، كما ننوه على جميع الأخوة الفائزين بأشواط الكوس في هذا المساء.